معنا مصطفى الدحمن، سي مصطفى تحياتي معك صفحه العرائش هنا. عطينا شي حاجه على هذه الاجواء ديال الغابات الاولمبيك، شحال ما شفتك وشفتك اليوم؟ كنكون هنا البارح والبارح، البارح كان يلعب ديال الشباط مع الدراري ديال 80 هنايا ولعبت. لا عارف كتلعب هنا ولكن بالحد كنشوفك شي قليل. لا كنجي لهنا، كنجي لهنا. كيفاش جاتك الاجواء هنايا؟ مزيانه، مرتاحه. ايوا شي كلمه عطي الاخوان، توحشنا الكلمات. ما بقاش بحال اللي كان، التنظيم كان الاولمبيك ديما العامره، دابا شويه كيبقى من 8 ولا 9 الوحده الجوج صافي الله يخليك الله يجعل الورق. صافي قبل كانوا التنظيم بزاف، المنظمين كانوا بزاف، من الملعب للملعب. كان كيكونوا بزاف ديال دابا كنشوف تشجيعات كبيره، انت كتشوف الاخوان هما كيشجعوا. لا شنقول لك، حيت كيبغيو يحيوا هاد الاجواء هادي، ولكن الاجواء هادي خصها دايما تحيا، ماشي عادي ما يحييها، خصها دايما تبقى حية. باش تحيا شنو كطلب؟ شنو المطلوب ديال الجمعيات؟ الخير الجمعيات يعني والدولية تيتقاموا، انت باش المنظمين كيكثروا واللعابة كيكثروا وكلشي كيكثر، التجمع كيكثر. كيشوف مثلا 24 ولا 32 فريق كيدخل كدوري، كتكون مثلا شي نداء اخي مصطفى للمسؤولين. المسؤولين هنا خصنا يزيدوا يكافحوا ويديروا كثر من المجهودات، فهمتي، باش يوصلوا في المرحلة اللي كانت قبل. قبل كانت الكورة ومرحلة يعني أجواء رياضية في أي مكان، يما كنشوفوا مثلا على الحال، على الحال. قبل لا، كان جميع الأيامات في الدولية، جميع الأيامات، يما على الحال وحال الفترة. تحياتي لك خاي مصطفى.